سيعقد عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا على تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة مجمع دار الرعاية الاجتماعية بمدينة المرج، وسيتناول المؤتمر الصحفي كافة الأمور المتعلقة بمسابقة الدور الليبي لكرة القدم الذي أسدل الستار عن منافساته بنجاح، وبرنامج الاتحاد الليبي خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها الاستعداد والتجهيز لمسابقة الدور الليبي في موسمه الجديد، إلى جانب تحضيرات المنتخب الليبي لخوض تصفية كأس العالم والتي ستنطلق منافساتها مطلع شهر سبتمبر المقبل.